على مدار يومين استمرت فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي جمعت شباب الجامعات على مستوى الوطن العربي لتعزيز الإبداع وبحث سبل تطوير صناعة الإعلام. الجلسة الختامية للقمة شهدت إصدار مجموعة من التوصيات الخاصة بالعمل الإعلامي، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في مجال الإعلام وتكريم الفائزين في المسابقة التي أطلقتها القمة، وتستهدف صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين من الشباب. على مدار يومين استمرت فعالية النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي جمعت شباب الجامعات على مستوى الوطن العربي لتعزيز الإبداع ومناقشة سبل تطوير صناعة الإعلام. المسابقة بصراحة كانت غير متوقعة الإقبال عليها. الحمد لله تم مخاطبة جميع الجامعات العربية والمصرية، الحمد لله تم مشاركة أكثر من 50 جامعة بواقع أكثر من 120 عمل. وإضافة إلى ذلك، إحنا كمان رصدنا جائزة خاصة في حب فلسطين، وده تأكيداً على إهداء النسخة الأولى من القمة للشعب الفلسطيني الحبيب. الجلسة الختامية للقمة شهدت إصدار مجموعة من التوصيات الخاصة بالعمل الإعلامي، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في مجال الإعلام، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في المسابقة التي أطلقتها القمة وتستهدف صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين من الشباب. إحنا لما عملنا الفيلم في الأول، لما كان مجرد لسه فكرة، كان عندنا أمل كبير قوي ان احنا نتكرم، لان الفكره بجد كانت مختلفه وكرييتيف جدا، لحد ما وصلنا هنا وقدمنا فعلا في قمه الابداع، والحمد لله كسبنا الجائزه وانبسطنا جدا. احنا طموحنا اكبر من كده بكتير كمان. بجد هي فرصه كويسه قوي، ممكن نكون في ناس كتير شافتنا، ممكن كانت لجنه التحكيم ذات نفسها لجنه قيمه جدا، فان هي اصلا تدينا جائزه دي حاجه بالنسبه لنا كفيله وحاجه تدعمنا معنويا اكتر كمان. طبعا احنا هنا استفدنا في المؤتمر جدا، بالنسبه ان احنا عرفنا مستقبل الاعلام ماشي ازاي، المهارات المفروض المطلوبه في سوق العمل. كانت بصراحه كانت قعدات الجلسات مثمرة جدا، واستفدنا من الناس المحترمة جدا، يعني القيمة والقامة الكبرى الموجودين عندنا في الإعلام المصري. يعني قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي هي فرصة ثمينة للشباب من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول مختلف جوانب العمل الإعلامي وتحدياته، وذلك للوصول إلى موقف موحد في مواجهة التحديات العالمية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.